احنا طبعا مشاركين في معرض ابو ظبي المجوهرات والساعات من اول ما نشا المعرض، من اول مره صار واحنا معهم دائما. والسبب طبعا تسال شو السبب، هو انه احنا دائما مشاركتنا بتكون لاثبات وجودنا امام الجميع، امام زبائننا، امام منافسينا، ونعرض احدث شيء نزل في السوق واخر موضات واخر صراعات يعني موجوده طبعا، وبالنوعيه اللي معروفه عنا مجوهرات المسعود. اليوم السنه اذا بتلاحظ انه حجم المجوهرات صغر شوي يعني كحجم، بس القيمه نفسها او زادت شوي، لانه اليوم الصبايا بدهم شيء صغير يلبسوه ويكون حلو. السوليترات هلا على اخر موضه اليوم، والاحجار الملونه طبعا ما زالت مسيطره. الذهب الاصفر يعود للساحه شوي شوي، والذهب الابيض موجود طبعا دائما. احنا طبعا ابو ظبي بالنسبه لنا هي قاعدتنا وهي مركزنا الاقتصادي كدولة الإمارات العربية المتحدة، كعاصمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشرفنا أنه نكون موجودين في المعرض كل سنة. طبعاً إحنا عنا اليوم في المعرض هون بجناحنا هذا تقريباً أكبر جناح موجود في المعرض، في عنا حوالي 15 شركة، مع 15 شركة 15 اسم و 15 ماركة، فكل شركة جاية بآخر إبداعاتها وآخر تصميمها وآخر إنتاجها، فلذلك الزبون اللي بفوت لعنا رح تلاقي اي شيء اي شيء تطلبه.